أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل الدعاء الذي ذكره الناظم خاص عند لبس الثوب أم أنه عام في كل لباس جديد من شماغ وغيره؟ الأصل الثوب، أما الشماغ هذا مكمل، الشماغ والعمامة والطاقية هذه أشياء مكملة، لكن الأصل الثوب الذي يواري الجسم ويستر العورة، أما الشماغ هذا مكمل والعمامة مكملة. نعم.